السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. معانا النهاردة الفيديو رقم 7 في دورة تعلم كهرباء الموتوسيكلات، والفيديو ده هنشرح فيه النهاردة إن شاء الله دايرة الشحن. دايرة الشحن في الموتوسيكل الصيني بتعتمد الاعتماد الرئيسي بتاعها على ملف الشحن وعلى بلاطة الشحن. تمام، عند الملفات في الموتوسيكل الصيني أو ملف الشحن في الموتوسيكل الصيني بيكون مقسم لمخدات بالوضع اللي انت شايفه ده. بيكون في 8 مخدات، مخدة منهم خاصة بتشغيل شرجة البوجيه، ودي شرحناها في دايرة تشغيل البوجيه. والسبع مخدات التانيين اللي انت شايفهم دول اللي فيهم السلك الأصفر ده بيكونوا للشحن فقط لا غير. طيب دايرة الشحن بتبدأ معايا من الملف، من ملف الشحن. طبعا المغناطيسة بتلف حوالين الملف ده هو، فبالتالي بتولد معايا كهرباء. الكهرباء دي بتطلع معايا من الملف سلكين اتنين، السلك اللي هو بيكون لونه اصفر بالشكل ده، والسلك البامبي اللي بيكون بالشكل ده هو. دول السلكين دول بيكونوا طالعين معايا من ملف الشحن بجانب الثلاث اسلاك التانيين بتوع دايرة تشغيل البوجيه. تمام، السلكين دول بيطلعوا معايا من ملف الشحن، بيمشوا معايا لحد اخر فيشة الملف، وبعد كده بيبدأوا يمشوا معايا في الضفيرة بالشكل ده هو. بيمشوا معايا في الضفيرة لقدام لحد ما يوصلوا معايا لفيشة بلاطة الشحن هنا بالشكل ده هو. اهم ادي الطرفين بتوعنا جايين من الملف ورا ماشيين في الضفيرة لحد فيشة بلاطة الشحن، سواء كانت الفيشة ورا هنا او قدام على حسب ما تكون الفيشة. السلكين دول بيبقوا واصلين من الملف للفيشة في خط الضفيرة. السلك البامبي ده هو والسلك اللي هو لونه اصفر بيخشوا معايا على بلاطة الشحن. بلاطة الشحن هنا وظيفتها تنظم الكهرباء اللي طالعة من الملف، لأن الملف بيطلع كهرباء بجهد عالي أو بفولت عالي، فبالتالي هنا البلاطة بتبدأ تنظم معايا الكهرباء دي وتطلعها لطرفين تانيين. يعني أنا بدخل لها الطرفين اللي جايين من الملف اللي هو الأصفر والبامبي لداخل البلاطة، والبلاطة بالتالي بتبدأ تطلع لي طرفين تانيين اللي هو الطرف الأحمر السادة والطرف الأخضر السادة الأرضي والكهرباء. تمام، بتاخد البلاطة الكهرباء اللي جاية من الملف وبتطلعهم لي في طرفين، أخضر طرف كهرباء والطرف طرف أحمر اللي هو طرف الكهرباء، وبتطلع لي الطرف الأخضر اللي هو طرف الأرضي. الطرفين اللي بيكونوا طالعين من البلاطة دول واحد فيهم زي ما قلت لك بيكون واصل مع الطرف الأحمر الرئيسي اللي جاية من البطارية للكونتاكت عشان خاطر يودي شحن الكهرباء للمكنة، والطرف الأخضر التاني بيكون واصل مع طرف الأخضر الرئيسي وسبق وشرحناه بيواخد منه كبره وبيروح للبلاطة. طبعا الأرض بيوصل للبطارية عن طريق الطرف اللي بيكون مربوط في جسم مبينة التكرير هنا، هو من خلال الكبره اللي بيكون في الخط بتاع الأرضي. تمام، العملية دي بتشحن معايا البطارية، كل ما البطارية فضيت وزاد الاستهلاك فيها البلاطة بتبدأ تشحن البطارية بالشكل ده هو. البلاطة برضو فيها ميزة حلوة، انها بتقفل على الكهرباء ساعة ما بتكون البطارية مليانة، ومن البطارية بتبدأ تطلع البلاطة شحن البطارية عشان تملاها تاني. طيب في طرف اسود بيكون خامس في بلاطة الشحن في الموتوسيكل الصيني، بيكون طرف اسود سادة بيكون متوصل معايا مع الطرف الاسود الرئيسي اللي بيوزع كهرباء على الضفيرة هنا اهو، بيكون واخد كبره متوصل معايا في الطرف الاسود السادة هنا. تمام، اللي بيكون متوزع على الضفيرة كلها. الطرف ده بيتسمى بطرف الأحمال، ولكن غالبا ما بيكونش شغال، هو الكبر بتاعه هنا ونازل على البلاطة. فائدة الطرف ده هو ان هو بياخد الكهرباء، لو في كهرباء زيادة مثلا طالعة من البطارية بيوزعها معايا على النور بتاع المكنة والتلاكسات وهكذا، ولكن في الأغلب ما بيكونش شغال. اللي بيكونوا شغالين معايا الطرفين اللي هم داخلين اللي جايين من الملف الأصفر والبامبي، والطرفين اللي خارجين من البلاطة الأحمر والاخضر، دول اللي هم اللي بيكونوا شغالين معايا دايرة الشحن. تمام، طبعا دايرة الشحن بيحصل فيها اعطال، اغلب اعطالها بتكون في بلاطة الشحن، يا اما بلاقي بلاطة الشحن معايا باظت خالص ما مطلعاش كهربا، او بلاقيها مطلع كهربا ضعيفة، او بلاقيها مطلع كهربا زايدة بالتالي لو سبتها بتبوظ معايا البطارية. وبرضو في بعض الاوقات بيحصل ان الملف يتحرق فبالتالي مش بيرضى يطلع معايا شحن للمكنة، وبتتوقف المكنة عن تشغيل المارش، بتلاقي المكنة ما مشغلاش مارش بسبب مثلا ان الملف فاصل، شاحن مش شغال، ما بيطلعش معايا شاحن للبطارية.
دي اغلب الاعطال اللي بتحصل معايا في دايره الشحن، ودول هم الجزئين اللي مسؤولين عن شحن البطاريه في الموتوسيكل. مفيش حاجه تاني مسؤوله عن شحن البطاريه. والدايره زي ما قلت لك سهله وبسيطه خالص، طرفين بيطلعوا معايا من الملف الاصفر والبمبي، بيمشوا معايا لحد فيشه البلاطه، بينزلوا جوه على البلاطه، البلاطه بتطلع لي الطرفين دول في طرفين تاني اللي هو الاحمر والاخضر. الطرف الاحمر بيكون متوصل مع طرف الكهرباء الرئيسي اللي جاي من البطارية، والطرف الاخضر بيكون متوصل مع طرف الارض الرئيسي اللي مغذي الضفيرة كلها، وسبق وشرحناه في فيديو سابق. دي دايرة الشحن، دايرة بسيطة خالص، وان شاء الله اعمل لك فيديو مفصل عن اختبار اعطال دايرة الشحن والاعطال اللي بتحصل فيها، وازاي تختبر العطل وتحدده فيها وتتعامل معها بكل سهولة في فيديو منفرد. بكده نكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.